اشتركوا بالقناة. واحد اثنين ثلاثة اشتركوا بالقناة. طبعا اليوم بنسوي خداع التيك توك. اول شيء الاوريو مع الحليب يصير كيكه. اول شيء راح نكسر بدايه بنشوف الخدعه تصير ولا ما تصير. يلا اول شيء راح نكسر هذا الاوريو بعد راح نحط حليب وراح نحطه بالميكروويف 30 ثانيه بس. اي 30 ثانيه بلا كفي 30 ثانيه لا 30 ثانيه بس. اي يلا واحد يلا انا بكسر بيدي جد حطوه بعدين كسروه احسن. لا اوكي اوكي عشان لا هي راح ينكسر صح. مو وايد ينكسر جد حطيه بعدين كسريه. لا ينكسر صح. بعدين بيجي يلا يلا ترى مو شرط وايد كسرينه. لا بلا بلا لازم يصير بودر. اي هلا بابو هلا فيك. زين زين ما يسوي لي انا لا انا بسوي حق نفسي. جود جوري اللي بيخدع شنو تاكلي عاد. انا عكس ما احب الاوريو كلش. انا احب الاوريو بس المفروض ما عندي صحرايم. ايه يلا كسر ما عندك خلاص. لان الكريمه المفروض نشيلها. لا ملا انا كل الكريمه. ايه لا تشيلينها بعدين تحطينها. والله لا شوفوا لان شو بقيت جربوا حتى المتكسر قاعد يكتل. حطوا شويه حليب واضحه. حطي شويه حليب. لا ما ابغى شويه مو وايد. ورا حبه. ايه يلا واضحة. أنا الفيديوهات اللي أشوفها. بس بس بس. يلا كسري واضحة. الحين كسري يصير أسهل. لا كسري بالشوكة واضحة. لا من لا لا بالشوكة. إذا ما ضبط راح أكل. جود بس وايد وايد والله جود. عبالها لا لازم نحط شوية. انا احط وايد. بتحطين وايد اوكي نشوف. احسن عشان ما يضبط عشان اكل اوريو. نشوف منو يضبط منو ما يضبط. جوري اعطيني. جوري وايد ترى مكرر فلكس ما راح يضبط. جوري ما قاعد يضبط. حساسه صار. وريني وريني. اوكي جود صار. جوري لا جوري ما راح يضبط. راح تشوفين بتشوفين. انا ولا انت. والله اذا ضبط اوكي اوكي اتحداك. والله اشوف. روح حطي 30 ثانيه. يلا 30 ثانيه. اوكي يلا خل اي معك اكيد اوريو. جوري جود اذا ضبط سوي لي اوكي. لا ليش ما تسوي حلوين نفسك بالله. انا راح اشوف. ايه بس صار. اشوف وايت ويت. اعطيني جود نطريني. سوي كذي عرفتي على ما اروح اشوف جود. حطيتي 30 ثانية. يلا نطري وين رايحة. ما بين طلع ترى 30 ثانية مو دقيقة. نطرا خلينا نشوف. أول شيء جود ريحتك تطلع. ماي صار ماي. خلي ما راح يضبط. ما ضبط صار. أشوف. أشوف. يا جماعة والله. أشوف. إيش يحرق. وريني. تعالي تعالي. يلا بضحك. أشوفك. باكل الحين بذوقه. وريني جود صار كيك صح؟ ايه عجيب كيك اوريو. صايت فيه؟ جابو. شوفوا شلون صارت كيك عمبا عجيبة. يلا الحين ننطر واضحة. خليها اكثر. ابغى اجرب تزيد حليب. لا فاطمة جربي تزيد حليب.
هنجرب. عجيبة. أنا مو قاعد بلعبيتي. شلون اللي بالفيديو؟ صار مولتن. بالعافية. يبيني ما أروح أسوي. الحين نشوف جوري. إذا ما كفى أحط بعد لأن أنا ما يفى 40 ثانية. طبعاً جود خلصت ماله. انت دامك حطيتي حليب وايد المفروض تحطين اوريو زياده. لذيذه صح؟ وريني. اشوف اشوف شوف تعالي. لا احترق ما احترق اصلا فوق. اشوف حط هني. هذوك شنو جوري صارت احسن منكم ما شاء الله كلكم بتضل من جوري. اشوف جوري ما تنحلى نفس الشيء هم. لا بس هي صايره لينا صح؟ ما في طعام لانها حاطه حليب وايد. لانها حاطه حليب وايد. مالتي احلى. انزين شلون شو نقول عن التجربه؟ ناجحه. لا ناجحه. ناجحه بس تحط وايد حليب. طلعنا الغدعه الثانيه. انا هون انا قاعد اسوم الخلطه الاولى اضبطها الحين. اسمها خدعه مو خلطه. طبعا راح انا نقيت ثوم عشان اضبطت عادي. راح ارش عليه عطر ونقع بالماي ونحطه اذا ما نشوف يضبط تاتو ولا ما يضبط. يلا انا اول. اوكي اوكي. حطهم مقلوب صوبين. لا بلا حسبسيني. لا صوبين ترشين عليه عطر. متاكده؟ ايه؟ انا ما راح. انا ادري انه ما راح. انا شفت الخدعه. خذيت ثوم حتى انا خذيت ثوم. واضحه واضحه وجود مختارين اخيس شيء. انقعها. حطيها بالماي. الماي صار لونه ابيض. خلي شوي عادي. كم دقيقه ينقعونها؟ 10 دقائق. لا يذوب الورق ما يصير 10 دقائق. نشوف. كملين لازم بعد. لازم فوطه. لازم فوطه. ليش تحطين معاهم؟ اخاف يلزقون بعض. لازم فوطه يا ابنتي. ليش؟ عشان تنشفونه يعني؟ لا لازم تسوي كذي. اوكي اوكي الحين يجيب لكم. لا دوب قطن قطن. اوكي قطن. يلا على ما ننقع الستيكرز بالماي. والله حاسه ما راح يضبط لنا الستيكرات. نايلون. هم قالوا تطبعون الشكل اللي تبونه على اي ورقه. وكذي احنا جربنا ستيكرز. خلينا نشوف. هذا يعتبر طباعه صح؟ اي لانه يعتبر طباعه صح. هذا ورقه يعني. اي خلينا نجرب يضبط ولا لا. في حيكون قطن. يلا حطوه بالماي واضحه و جود. يلا ننطر 10 دقائق. يلا ما يصير 10 دقائق. قاعد ذوب شوي شوي. بس خلاص يلا شيلوها. يس الحين لازم ترشون عطر على ايدكم. حق جوري وجود وابها. لازم ترشون عطر المكان اللي بتحطون فيه تاتو. انا ثاني واحده احط بحط هني عشان ما يبين. يلا لان يمكن تضبط ويطلع على ايدكم. انا ما احس انها ما راح تضبط. ما ادري ليش. لو طباعه احسن بدون نايلون ما يصير ورقه تشوف بالماي راح تذوب. خلنا نشوف. هاي مو رقعه بيارك مطور. اوكي خلصت حطيت. رشيتي عطر على ايدك مو كذي. عكس صبر رسمه. اي او شي رشيتي عطر على ايدك. انا ما احس. حطي عطر. طبطب عليها. رشي فوقها عطر. رشي فوقها عطر. شمشينك رشي فوقها. اوكي جيبي واضحه عطر. هذه عندي التجربة ما تضبط. ما تضبط. والله يا بكيت. نقول ان التجربة فشلت. يمكن لان احنا يعني جربنا نوع من الورق غير عن اللي هم جربوه. ثوم. استخدم الثوم. استخدم الشق. يمكن نوع ثاني يصير ما ادري بس هم ما قالوا بالفيديو شنو النوع. فلا تجربونها وتضيعون وقتكم. بالضبط.
والحين تجربة ثالثة. ثالثة. راح ناخذ نرسم أي شيء بالورقة وناخذ الستريتنر ويقولون لنا ينمسح عاد ما ندري نطرطر مع بعض. لا لا ما يصير مع بعض. أوكي يلا جربي. ديري بالك يا جماعة لا أحد يستخدم الستريتنر بروحه لازم أحد كبير معاكم أوكي. أنا ثاني واحدة راح. يلا. وريني وريني جود لا وريني. شلون؟ عكسه إيه. بسم الله. أنا حسب تضبط. شنو؟ راحت. شلون؟ عرف. عشان تدي أبوتي قاعد تقولي لا تكتبين بحبر ماسك امتحانات. بس في أثار. شوي. التجربة. نعم. لا ما يصير ما تقولي ناجحة وأنا ما سويت. صح. شفنا تجربتين يا جوري. لا بس والله. يا عطوا جوري واضحة. ما خلاص. خلنا نشوف الأثار يروحون. صح. شوف الأثار. لا لا كتبت اسمي بخاف لان بين الابر صارت بيضة. وريني جوري عجيب. انت كل تجاربك ما تضبط لانها رسمة بالنص فما يطول. اشوف اشوف عطيني تروح لها ما يروح ما يروح. والحين تجربة رقم 4 بنسوي بوب كورن بالستريتنر. سكري عليها سكري عليها بسرعة واخري وجهك واخري وجهك. رفعي رفعي الستريتنر وضح. وريني وريني ايه اصبري بوب كورن لا راح اخترع خيتي بوم. لا ما توقعون راح تصير ولا لا 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 اي بتصير لا اخر من تكبر شوي شوي. واخري على وجهي عشان توخر. هذه التجربه راح يسويها بروحها. لفي علي وضح. لا هو ما يصير شيء انا شايفتها ما يصير شيء ما يصير شيء انا شايفه ما يصير شيء. شو قلت لك تكبر اي صح واو ابو عجيبه واو الحين دور جوري تجرب. يلا حطي بس واحدة جوري بس حطي بس واحدة أحسن جوري. ما راح تصير سنتين ما راح تصير بس شيلي أحسن عشان خلا بعيدهم عن بعض عشان لما تطير هذه ما تطير. يا جماعة إذا بتسوون تجربة لازم بالقفشة بالقفشة مو بإيدكم عشان ما تحترقون. جوري شيلي 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 الستريتنر شيلي شيلي لا أنت وطاحت. اوكي جوري لا لا تقربينها يا ميهج. حطي حطي خلينا نشوف. اوكي طاحت واحدة. قلت لك خلي واحدة من البداية. لا لا كافي يلا يا جماعة هالشيء بس حق التجربة يعني مو معقولة بسوي واحدة واحدة. احنا بس بنشوف صارت. يلا دور جود بالقفشه. جود حطي بالقفشه واحده بس. حطيت بالقفشه بس طاحت. لازم تشوفونها لان تي فجاه تطير كلها قاعد زحلقيه هي بعد زي قاعد يستنى. يلا سكري عليه جود وشيلي. لا ما حشيله تي راح تنفخص صدقيني. طاحت بالقفشة. حطوا القفشة تجربة خلي واضحة تبعني. يلا حطيها انا سويتكم اذا الحين بتجرب كويس. يلا يويو راح يسوي عقب جوز قطع ما تشيلو حتى الدغلبية هذي اللي تشيلي ركبها انت لا جوزي تدري شلون بجيت بعالم فضائي سالت ولا طاحت؟ طاحت طاحت خلاص امشي تجرب. وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. دقيقة بسألكم سؤال شنو أكثر تجربة حبيتوها؟ الأوريو. ها سهلة ولذيذة. دقيقة أنا شنو نسيت التجارب. تنوع شنو حبيت؟ الستريتر مع الورقة شيء غريب.
لا انا ما اريد الجين الستريتنر واوريو بس. انا احب كذي اسوي فكذي احب بس تاتو ما ضبط. نحاول مره ثانيه بورقه ثانيه اوكي. انا كذي احب ما اوكي. واذا تبون ننزل فيديوهات نشوف تفاعل لازم ولا تنسوا لايك شير.